موجود معالي الوزير دكتور ماجد وزير المملكة السعودية، واحنا طبعا بنرحب بيه وبنرحب بيه الوفد المرافق لي من المملكة العربية السعودية أشقائنا. واحنا تم النقاش في أهم التوصيات اللي انتهى إليها الخبراء التي تم عقد لجان تحضيرية لتحضير لهذه اللجنة الختامية على مدار الأسبوع الماضي ما بين الجانب المصري والجانب السعودي، وتم التطرق لجميع مجالات التعاون ما بيننا وبين المملكة السعودية، سواء في المجال التجاري، مجال الصناعي، مجال الاستثمار، مجالات الفنية، مجال الإعلام، في جميع المجالات اللي ممكن يكون إن شاء الله هناك كثير من التعاون بيننا وما بين الجانب السعودي. لدينا توجيه من فخامة الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللي من شأنها إزالة كل التحديات التي تعترض التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية ما بيننا وما بين أشقائنا في السعودية. وإحنا من خلال اللجان التحضيرية ما بين الخبراء وختاما بلجنة اليوم، نحن بنشتغل على هذا المنهج وهذا المحور. وطبعا بنرحب بمرة أخرى بوجود معالي الوزير والوفد المرافق لي، ونتمنى فعلا ان احنا استمرارية عقد هذه اللجنة بشكل مستمر، لان احنا في العام الماضي نظرا لظروف جائحة كورونا لم نتمكن من عقد اللجنة التجارية المشتركة، لان في اعدادنا لهذه اللجنة وحضورنا اللجنة دي بيكون فيها الكثير من الايجابيات التي بتعود على الطرفين. شكرا معالي الوزير واهلا بيك تاني وبالوفد المرافق للسيادة. تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله الأمير محمد بن سلمان، مصر العروبة، مصر الجار، مصر الشقيق، مصر العز. واليوم توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين لتعزيز الروابط الاقتصادية ونقلها إلى مستويات تليق بتطلعات القيادتين والشعبين. اليوم يوجد 6285 شركة سعودية في جمهورية مصر العربية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، وهناك فرص عديدة الاستثمار في مصر. أيضا يوجد اليوم 285 علامة تجارية مصرية موجودة في الأسواق السعودية. ولاحظنا في السنوات الأخيرة هناك جدية في إزالة كل التحديات، والتي الحمد لله والشكر تم إزالة كثير من التحديات التي تواجه المستثمرين. هناك أيضا فرص جديدة واعدة للمستثمرين السعوديين وإخواننا الأشقاء المستثمرين المصريين، وهناك أيضا استثمارات واعدة لما بين للحكومة السعودية في جمهورية مصر العربية. الهدف من الزيارة هو الارتقاء بهذه العلاقة الاقتصادية التجارية الاستثمارية وإزالة كل التحديات التي تواجهنا. وأنا التوجيه اللي عندي أني أنا أعمل كل ما في وسعي لتذليل هذه الصعوبات. أكرر شكري يا معالي الوزيرة، وأؤكد لك أنه إن شاء الله الجاي أحسن والقادم أفضل، وإن شاء الله ندعو الله إن شاء الله أن يزيل هذه الجائحة وأن تدور العجلة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي بأجمعه إن شاء الله بكل رخاء وتنمية إن شاء الله.